بنجيبه حتى يفرغوا عن نفسه وعلى سبة، يعني انه يعيش الاجواء الايام العاديه. احنا بنحاول ننسيهم ايش الحرب ونحاول ما نفرجهمش على المجازر اللي بتصير بحق الاطفال وبحق المدنيين. الاولاد مش مبسوطين، يعني ايش بدنا نسوي؟ عايشين برعب وخوف الاولاد اطفال، فبدنا نفرغ عنهم نفرحهم شويه ما دام ما يعيشوا بالخوف والرعب هذا اللي عايشين فيه. ايش بدنا نسوي يعني؟ والله بنرفع عليهم على اساس بيفزعوا في الليل من صوت القصف وصوت الانفجارات اللي بتصير وهذا، فاجينا نرفع عليهم هيك عشان تغيير جو وامورهم تتحسن شوي نفسياتهم.